مع تواتر الأحداث الأخيرة والتصعيد الإجرامي الصهيوني على قطاع غزة، يتلهف الناس لمتابعة الأخبار وآخر التطورات، فبعضهم يعتمد على مشاهدة القنوات الإخبارية، وبعضهم يعتمد على مواقع الأخبار المحلية والعربية والعالمية. إيش الوسيلة اللي أنت تستخدمها أو تعتمد عليها لمتابعة أخبار غزة؟ نتابع القنوات ونتابع المواقع بالانترنت طبعا، لكن لا اعتمد اي حدث الا من ابو عبيده، ونسال الله سبحانه وتعالى ان ينصرهم. اكثر المواقع اللي تواصل عليها وسائل التواصل الاجتماعي، واكثر الرسائل التي تصل اكثرها ونشرا وتوعيه رسائل ابو عبيده، ونسال الله لاخواننا في غزه النصر وان يمكنهم الله من القضاء على الصهاينه النازيين الجدد الذين يسعون الآن إلى عمل إبادة كاملة. عبر قنوات التليجرام أو عبر قنوات الجزيرة مباشر أو قناة الجزيرة، أكثر شيء التصريحات أبو عبيدة وبعدها القنوات الفضائية. أما المواقع هذه مواقع التواصل فهي نسبة الأخطاء فيها كبيرة. على منصات التواصل الاجتماعي أصبح طوفان الأقصى حديث الناس الذي يشغلهم يومياً، ومن خلال هذه المنصات يعبر الناس عن مشاعرهم المختلفة. عبر النت وسائل ننشر عن الدعم لغزة، الدعم لإخواننا، الدعاء لهم بعدة قنوات، بمجموعات بالواتس بالفيسبوك وذا. بدنا نجد إن هناك إن الواتس الفيسبوك عنده قصوى مع قديش عند نشر فيديوهات على ما ترضي غزة، كله يعني محايز ستقولي محايز. بالنسبة لي كيمني أكثر وسيلة استخدمها في التعبير عن مشاعر فيما يحدث عن غزة أو في غزة هي وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا الفيسبوك. الحقيقة باين الغرب كله مسيرات تعاطف مع طيف الغزة، العالم كله مع أطفال غزة كلهم، ما فيش داعي يعني حتى الآن الإعلام بكل مكان إنهم مظلومين وإنهم سحب قضية. الغضب العربي تجاه الكيان الصهيوني شكل ضغطاً على بعض منصات التواصل الاجتماعي التي اتخذت من سياسة الحذف وتقييد المنشورات وسيلة لتكميم الأفواه وطمس الحقيقة. لبرنامج صباحكم أجمل، سالي المخلافي.